ومعنا من واشنطن الآن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هاذر ناورت. سيدة ناورت، أهلا بك معنا في سكاي نيوز عربية. لا يمكن أن أبدأ معك إلا من الموقف الرسمي الأمريكي فيما يخص ما تريده الولايات المتحدة من الداخل السوري. يعني في تناقض، في تضارب كبير بالمعلومات من داخل الولايات المتحدة بالذات. ما الذي تريده الولايات المتحدة بداية في هذا الحديث من سوريا؟ أولا، ما نريد أن نراه هو أن بشار الأسد يتوقف على قتل شعبه من النساء والأطفال والرجال. لاحظنا أن هذا طال بشكل كبير. المساعدات الإنسانية أيضا، وكذلك وقف التصعيد ووقف إطلاق النار. كان هناك قرار قد اعتمد بالإجماع في مجلس الأمن، ونريد أن يتم احترام هذا القرار. وبطبيعة الحال هناك استثناءات قليلة لهذا الوقف لإطلاق النار. بعد ذلك نواجه القاعدة وداعش وباقي الجماعات الإرهابية. الولايات المتحدة الأمريكية قطعت شوطا طويلا في محاربة الإرهاب، لكن عندما نرى هؤلاء الرجال والأطفال والنساء بغازات كيماوية من الكلور والسارين، وكانت لدينا معلومات بأن مواد كيماوية استخدمت، ونشعر أن لدينا واجبا أخلاقيا للتصرف، ولذلك اتخذنا ذلك القرار مع شركائنا. سيدة ناورت، ونحن نتحدث الآن، اتهامات متبادلة حول تأخر وصول البعثة المحققة في مسألة الأسلحة الكيماوية إلى دوما. اليوم ما موقف واشنطن من ذلك؟ وهل نتوقع أيضا تحركا أمريكيا تجاه تأخير وصول هذه البعثة؟ إذن تسألونني عن تلك اللجنة للمحققين من منظمة حذر الأسلحة الكيماوية. هؤلاء يريدون أن يصلوا إلى المكان ليحللوا التربة والمكان الذي حدثت فيه تلك الهجمات وحيث استهدف المدنيون. روسيا وسوريا يجمدان ويمنعان هذه اللجنة من المحققين ويحلان دون قيامها بمهمتها، وهذا خاطئ. روسيا استخدمت التضليل وتقول إن الآخرين هم الذين يمنعون المحققين وأنهم يريدون تفويضا أو ترخيصا معينا. هذا غير مقبول، دعوهم يفعلون عملهم. إن تأكدتم أن روسيا وسوريا يؤخران عمل هذه البعثة أو يلعبون بالأدلة كما ذكرتم، يتلاعبون بأدلة الهجوم الكيماوي، كيف سترد واشنطن إن تأكد هذا الموضوع سيدة هاذر؟ نعلم مسبقا وبالوقائع ومن منظمة حذر الأسلحة الكيماوية أنهم لم يسمح لهم بالوصول إلى مكانهم للقيام بأدائهم. دعوني أقول لكم ولمشاهديكم، هذه هيئة مستقلة ولديها التفويض من 180 دولة من حول العالم عبر المنظمة، لذلك دعوهم يصلوا إلى مكانهم. وعلينا أن نطرح هذا السؤال على بشار الأسد وعلى روسيا، ما الذي تخافون منه؟ لماذا تريدون أن تمنعوا هؤلاء المحققين من الدخول وتحديد ما هي المواد التي استخدمت ميدانيا لقتل هؤلاء؟ أعتقد أن هذا شيء مقزز فعلوه وطال كثيرا، واللوم يجب أن يوضع على النظام السوري وكذلك الحكومة الروسية وبالواقع الحكومة الإيرانية لدعم بشار الأسد. الخارجية الروسية سيدة هاذر صرحت اليوم أنها متخوفة من ضربات أمريكية جديدة على الداخل السوري. لماذا روسيا متخوفة؟ هل واشنطن في صدد القيام بضربات جديدة؟ ليس مفاجئا أن روسيا تواصل الوقوف مع الوحش بشار الأسد. روسيا كان من المفترض أن تساعد بشار الأسد على التخلص من الأسلحة الكيماوية قبل 5 سنوات وفشلت في ذلك. علينا أن نتساءل، ما هي المصالح التي لدى روسيا في سوريا؟ تريد أن يكون لديها موانئ وكذلك جنود هناك ميدانيا، وروسيا تريد أن يكون لديها حوض هناك لها في سوريا. ومن مصلحتها
بها أن تبقي هذا النوع من الانقسام والوضع المعقد والصعب في سوريا. روسيا هي تفعل ذلك لأسباب خاطئة. سوريا عليها أن تتخلص من الأسلحة الكيماوية، وروسيا عليها أن تكون لاعبا مسؤولا في مساعدة سوريا على ذلك. هذه الدول يمكن أن تعود إلى المفاوضات الدولية، ويمكن أن تعود وتتصرف بشكل مسؤول، لكن إلى الآن ما داموا يقتلون المدنيين والشعب فهم ليسوا مرحبين على طاولة المفاوضات. هذا فيما يخص المصالح الروسية. أما بالنسبة للأهداف الأمريكية فكانت واضحة كما سردتها لنا يعني السفيرة الأمريكية نيكي هيلي لدى الأمم المتحدة. هي التي أكدت هذه المرة عن نقطة جيدة لمراقبة ما تفعله إيران. هنا مهم للمرة الأولى نسمع بهذا الهدف سيدة هاذر. ما المقصود بنقطة جيدة لمراقبة إيران من داخل سوريا؟ أعتقد ما تشير إليه السفيرة نيكي هايلي هو شيء يعرفه الكثير من الدول، ما يحدث في سوريا، وهو أن إيران تواصل دعم ميليشيات حزب الله في سوريا وتواصل إرسال الأسلحة وكذلك معدات أخرى من أجل المزيد من زعزعة الاستقرار في سوريا، وهذا خاطئ. الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى ما تأمله هو أن سوريا يمكن أن تعود إلى مسار المفاوضات. نعرف أن الحل نهائيا لسوريا ليس عسكريا وإنما تسوية سياسية، ولذلك نعتقد أنه مسار جنيف هو الذي يجب أن نعود إليه، وهو الذي سيتيح للسوريين إجراء الانتخابات، ويمكن أن يطول ذلك، لكن هذا ما تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية. وعن هذا المسار السياسي نسألك الآن سيدة هاذر. السفيرة الأمريكية دائما نيكي هايلي تقول أن واشنطن لن تجري محادثات مباشرة مع الأسد. ما المقصود هنا بمحادثات مباشرة، مع العلم أنه في الآونة الأخيرة واشنطن لم تلعب دور أساسي في مسارات الحل السياسي السوري؟ أعتقد أنه عندما نتحدث عن مسار جنيف فإن نتحدث عن مساعدة سوريا على إتاحة الفرصة للسوريين للانتخابات، وهم من يقررون من يقود الدولة. يصعب تخيل أن سوريا تدعم بشار الأسد. نعتقد أن الديمقراطية هي أن يكون المواطنين الحق لانتخاب من يقودهم، ودعونا نترك هذا الأمر للشعب السوري. وتصور أن هؤلاء السوريين عدد كبير منهم اضطروا إلى اللجوء والفرار، هل هؤلاء هم من سينتخبون بشار الأسد إذا حدثت هناك انتخابات؟ ونحن ندعم مع عدد من الدول مسار جنيف، وبما في ذلك الولايات المتحدة، أعتقد أن هذا أفضل طريق لسوريا. شكرا جزيلا للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هاذر ناورت على المشاركة معنا الليلة في سكاي نيوز عربية.